معايا استاذ كمال عويجي المدير الخاص بمهرجان بانوراما للفيلم القصير بتونس. مساء الخير واهلا وسهلا استاذ كمال. مساء الخير مرحبا، تحيه ليك وتحيه للجمهور نايت سينما في مصر، سواء يتابعونا في مصر ولا في العالم. اهلا بحضرتك. يمكن احنا في مهرجان قرطاج او ايام قرطاج السينمائيه في الدوره 32، ومن خلال التجهيزات للدوره ولما جينا وشفنا الريد كاربت ملاحظين ان في اهتمام السنه دي بالمسابقات الخاصه بالفيلم القصير، وكمان التجارب الواعده اللي داخله برضو بافلام قصيره. خلينا نقول ان الفيلم القصير في صحوه في الفتره الاخيره في العالم العربي من الجمهور والمشاهدين لاهميه الفيلم القصير. هو بالمفروض انه في سواء في اي مهرجانات سواء في تونس او خارج تونس بالمفروض يكون هناك مسابقات للافلام القصيره، معناتها زي ما قلت من قبل قليل انه عندي انا مهرجان افلام قصيره. هو المهرجان تاعي بدا في 2016، يعني هو اول مره انه مهرجان ايام قرطاج السينمائيه انه يكون هناك مسابقه للافلام القصيره. طيب الافلام القصيره احنا بنشوف ان هي من دول كتير، بس بنشوف ان الدول الاجنبيه او الغربيه تعاملها مع الفيلم القصير غير تعامل برضو العالم العربي لحد دلوقتي. بما ان حضرتك مدير لمهرجان متخصص في الفيلم القصير، وان احنا شفنا ان مهرجان قرطاج ادخل المسابقه دي وبدا كمان في عروضه حتى في العروض الافتتاح العام الماضي ان يكون عندي افلام قصيره في الافتتاح، نوعيه الافلام وطبيعه الموضوعات اللي بيقدمها المبدعين التوانسه او العرب اللي خاصه بالفيلم والله كل مخرج عنده نوعية معينة حول اختصاص الأفلام، يعني ما كونش نكونوا أنه يعني لجنة الانتقال لأي قرطاج سينمائي هم يختاروا أي نوعية الأفلام أو حاجة، يعني حتى خاصة الأفلام القصيرة هم عندهم يعني موضوع معين وفهرس معين للمشاهد للأفلام للجمهور. طيب حضرتك هتختار بقى نوعيه افلام ايه او افلام ايه سواء في الروائي الطويل او الوثائقي او القصير من خلال ايام قرطاج عشان تقول ان انا حابب اتفرج على الفيلم ده؟ والله انا بصراحه دلوقتي شفت يعني ما شاء الله عديد من افلام قصيره من تونس ومن خارج تونس، حتى تنافس في المسابقه الروائيه قصيره او ايضا هناك مسابقة روائية قصيرة فيلم قصير وأيضا أفلام وثائقية قصيرة، يعني فهمت فكرة جديدة، حنشوف بين اختيار بين أفلام روائية قصيرة وأفلام وثائقية قصيرة حنشوف إيه حيكون مميز. أوكي شكرا لحضرتك. شكرا.